أكثر من 900,000 عنصر أمن وجيش وشرطة استعانت بهم السلطات العراقية لتأمين رابع انتخابات تشريعية في البلاد منذ الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق صدام حسين. رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي دعا في كلمة له العراقيين إلى المشاركة بشكل فاعل في الانتخابات للانتقال بالبلاد إلى مستقبل وصفه بالمشرق بعد تجاوز محنة الحرب على الإرهاب. لأن كل من جاي ينصب علينا يضحك علينا ما غيرنا حكومة اثنيناتهم الدواعش والجيش اثنيناتهم هجموا بيتنا هجم يعيشون كل شيء ما عدنا أش عايشون علينا دمروا حياتنا قتلوا ولادنا شردونا أش عدنا. سجلات مفوضية الانتخابات أظهرت أن نحو 24 مليون ونصف مليون ناخب يحق لهم الاقتراع داخل البلاد وخارجها لاختيار 329 عضواً في البرلمان المقبل، يتنافس عليها 6,990 مرشحاً من بينهم 2,011 امرأة. الناس تشوفها تعبانة وماكو أي يعني مأوى لهم يقعدون به. ثانيا البطاله ظل هسه بالشارع بالشوارع الناس ضاله، واللي البرث في هذا بالتقاطعات الايتام والشيء هاي كلها تدل على انه اكو فقر وجوع هنا بالعراق اكثر شيء. عملية التصويت تجرى حسب قانون النسبي على أساس قوائم مغلقة ومفتوحة توزع الأصوات على المرشحين في 18 محافظة يتنافس فيها 87 ائتلافا وقائمة من الطبقة السياسية التي يتهمها المواطن العراقي بملء جيوبها من أموال الدولة على حساب الشعب ويسعى لتغييرها. استاذ شاركت لكن تندمت لأن ما مع الأسف وعود كلها كاذبة. انتخابات هذا العام تشهد سابقة هي عدم انضواء الأحزاب الشيعية التي هيمنت على الحياة السياسية ل15 عاما تحت قائمة موحدة بسبب صراع شرس على السلطة بين هذه الأحزاب. اليوم جيت انتخب تغيير وجود جديدة تحت الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلد من أجل تحسين حالة الاستقرار والأمن. ينتظر أن تعلن النتائج النهائية خلال 48 ساعة من انتهاء عملية التصويت التي أنشئت في إطار نظام وضع بحيث لا يتمكن أي تشكيل سياسي في البلاد من أن يكون في موقع المهيمن لتجنب العودة إلى الدكتاتورية.